فعايزة أعرف حضرتك بتشوف إزاي وضع يعني كورونا حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. عايزة أعرف برضو إذا كانت هذه الموجة بتحمل أعراض مختلفة أو التركيز على أعراض بعينها يعني بتحدث للمواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية. متشكر لسيادتك على السؤال. هو طبعا يعني الولايات المتحده الامريكيه لاسباب جغرافيه بيبقى عاده في فتره زمنيه لاحقه بتظهر فيها الحالات فيها بعد ارتفاعها في اوروبا ودول العالم الاخرى نتيجه طبعا بعدها جغرافيا عن هذه الدول وما شابه. وشفنا الكلام ده طبعا في الموجه الاولى ان الاوضاع تكاد تكون اشتعلت في اوروبا الاول وايطاليا طبعا الاخيري الى ان ابتدت الموجه تبان عندنا في امريكا بعدها بعده يمكن ثلاث اربع اسابيع لما ابتدت. ده كلامنا في الموجه الاولى. طبعا حصل ارتخاء للاجراءات الاحترازيه في عدد من الولايات في الصيف وابتدينا نشوف الموجه الثانيه بتصعد تدريجيا في شهر تسعه ووصلت النهارده طبعا لذروه تكاد تكون أسوأ من الموجه الاولى. النهارده عدد الحالات في امريكا الاجمالي 16 مليون اصابه منذ بدء الازمه ويمكن ده طبعا رقم مخيف، ولكن اللي بيشغل بالي اكثر من هذا هو رقم الحالات الجديده كل 24 ساعه. وصل امبارح رقم الحالات الاصابات الجديده لما يفوق 200 الف اصابه في ال 24 ساعه الماضيه. ده طبعا رقم سيء جدا بكل اسف يعني، واجمالي الوفيات وصل لتقريبا 300 الف وفاه حتى اليوم. طبعا الوضع في امريكا صعب. يمكن الاخبار الجيده في هذا الوضع هو اجازه لقاحين، ابتدى جسر جوي يشتغل من السبت اللي فات بعد اجازه لقاح فايزر، ويمكن لقاح موديرنا المجاز بيتوقع الجميع على نهايه الشهر يبتدي يخش في التطعيم. فنامل طبعا ان الوضع يبتدي تدريجيا يتحسن مع وجود اداره امريكيه جديده هتتبنى اجراءات اكثر صرامه اتصور. طيب دكتور أشرف، وحضرتك بتتكلم وبتقول إن الوضع الآن أسوأ حتى مما سبق، هل في إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تتماشى مع سوء هذا الوضع حتى يعني إجراءات غير مسبوقة عن الموجة الأولى؟ طبعا الوضع في أمريكا غير مثلا مصر وبعض الدول الأوروبية، الحكم ما هوش مركزي يعني كل حاكم ولاية في الخمسين ولاية له السلطة في إقرار في ولايته ماذا يفعل. فطبعا في بعض الولايات اللي تم تجديد، ومن الولايه اللي انا فيها تم تجديد الاجراءات الاحترازيه بحد اقصى للتواجد مثلا داخل الاماكن المغلقه، طبعا الالزام بارتداء الكمامه والا غرامه في اي مكان خارج البيت الخ الخ. للاسف في بعض الولايات الاخرى اللي ما زالت في حاله انكار وما تطبقش الاجراءات الاحترازيه دي بشكل صارم، ولكن اتصور انه في وجود اداره امريكيه جديده خلال اسابيع الوضع هيتغير.